اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اجمل شقه تم تنفيذها من شركه ارت ديزاين، الشقه ديكورات الشركه والفرش. هنشوف النهارده الشقه بالكامل وهنعرف اسعار الديكورات والفرش وكل حاجه في الشقه دي. ده حمام الضيوف، هنتفرج شوية على الشقة وهقول لكم أسعار كل حاجة وأماكن الفرش، السجاد والفرش والستاير وكله منين، وأقول لكم كمان أسعار الباقات وأسعار الديكور. الحمام الضيوف معمول باللون الذهبي في أسود، ما شاء الله الشقه دي شيك جدا وهتعجبكم قوي، وفرشها بسم الله ما شاء الله فخم جدا. الديكورات كمان اللي اتعملت فيها حلوه قوي، بصوا الطبلوهات اتعملت، الجبسن بورد طبلوهات في الحيطه شكلها حلو قوي. بصوا المدخل بتاع الريسبشن، شوفوا المرايه دي شكلها شيك وجديده قوي، والكنبه برضو. هو ما شاء الله شركه ارت ديزاين بتستغل كل حاجه في الشقه وبتعمل ديكورات بطريقه روعه. مساحة الشقة دي طبعا 195 متر، هي معمولة في منطقة الفيلا في بنها في مصر. ده السفرة معمولة باللون الشامبين، طبعا البورسلين اسباني باللون الاسود، هندي باللون الاسود. ده الانتريه الاولاني باللون الاسود. كمان اللي عجبني تصميم المطبخ قوي، هتشوفوه معايا برضو حلو قوي واتعمل بتنفذ بطريقه حلوه، وخصوصا الركنه اللي معموله فيه. بصوا دي السفره، الشقه طبعا الترا مودرن والنجف برضو مودرن، هنقول لكم برضو منين. دي اول غرفة ليفينج معانا، لان احنا نشوف كذا غرفة. اتعملت طبعا باللون الرمادي، طبعا اللون الرمادي شيك جدا، كمان بيستحمل الاطفال لو في عندك اطفال وضيوف وكده. وكمان برضو من تجربتي اكتر قماش بيستحمل الوسخ وكده اللي هي الجلد المقلوب، يعني بيستحمل البقع وبيبقى سهل تنظيفه. بصي ديكورات الفواصل دي حلوة قوي، وكمان اتعملت هنا بطريقة شيك جدا. بصي الركنة دي برضو الكورنر ده حلو قوي، كرسيين فوتيه بالترابيزة. بصي بقى المطبخ عجبني قوي. بسم الله ما شاء الله. بصوا الكورنر الركنه دي اللي معموله في المطبخ، وشاشه ال سي دي. ما شاء الله الترابيزه برضو اللي اتعملت في وسط المطبخ برضو شكلها شيك قوي وحلوه. بصوا المطبخ والديكورات الترابيزة، بصوا حتى المدخل بتاع المطبخ الباب برضو شكله شيك قوي.
فيه طبعا غرفة في وش المطبخ. الكاميرا هتلف دلوقتي تتفرجوا عليها. ما شاء الله الغرفة حلوة، دي غرفة أطفال برضو، اتعملت بلون الرماديات في، واخدت الإضاءة فوق اللي هي الإضاءة الأصفر، مع طبعا شغل السي ان سي في الجبسون بورد برضو بيدي شكل حلو. الشركة طبعا دي مساحة الشقة 195 متر. سعر المتر صافي بيبقى شامل للتشطيب والفرش والأجهزة النجف والستاير والسجاد والتكييفات، بس التكييفات للشقة اللي فوق 150 متر. سعر تشطيب الشقة دي صافي 9100 بالمتر الصافي. التشطيب بيبقى عبارة عن ايه؟ تأسيس الكهرباء فرنساوي وكابلات سويدي وأسلاك دش سويدي برضو C80. مفاتيح الكهرباء التشطيب مالديني او شنيدر او الجراوند، فيها برضو كشافات طوارئ وشوحن يو اس بي، كاميرات سمارت وسيستم سماعات بتعمل برضو في الشقة، واجهزة استشعار ومنع ضد السرقة، وبرضو بتأسس سباكة ودفن خلاطات وتشطيبات صحي واكسسوارات واحواض، وشغل جيبسون بورد والبورسلين. وفي بيبقى 3 انواع، كذا نوع، اسباني وهندي وايطالي والجوهرة. باب الشقة بيتعمل تنجيد كامل ب20,000 جنيه. الفرش المتوسط للشقة 100 متر 200,000 جنيه، فرش 5 غرف طبعا بالديكورات. 80,000 بيبقى عبارة عن ستاير ونجف وسجاد ومراتب وتحف. 80,000 أجهزة طبعا لشقة مثلا مساحتها 100 متر. التكييفات بيبقى التكييفات كارير لو الشقة فوق 150 متر، ودي بتبقى هدية من الشركة. طبعا قلتلكوا هنقول الفرش منين. الفرش من كوليكشن فرنيتشر ستورز، والسجاد المودرن من مودرن فور كاربتس، والستاير من جاد براند. طبعا الشركة بتعمل باقات، والحجز بيبقى في 1/3 او 1/6 او 1/9 او 1/12. بتتواصلوا مع الشركة عن طريق الواتس او على رقم التليفونات بتاعتها. وطبعا كل يعني كل الشركة عندها باقات كتيرة طبعا، وحسب اتفاقكم مع الشركة في تشطيب الشقة. يا ريت برضو تكتبوا لنا في الكومنتات ايه رأيكم في الشقة والفرش بتاعها والديكورات. اكتبوا ايه اللي عجبكم اكتر حاجة في الشقة. متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وفعلوا الجرس، واكتبوا لنا رأيكم.